ان عدم اكتمال الجمعيه ليس بكارثه زي ما البعض يتصور، لا هي جمعيه عموميه عاديه جدا. الهدف الاساسي هو مناقشة المزينه وتقرير مجلس النقابه، هذا امر موجود في كل النقابات. لكن لو ان هناك قضيه تمس الصحفيين وتم الدعوه لجمعيه عموميه بطريقه بعد اسبوع فقط، انا شايف ان الجمعيه العموميه هتكتمل، ده امر عادي جدا. احنا في النقابه خدنا كافه الاجراءات، يعني احنا بعتنا خطابات مسجله لجميع الصحفيين، بعتنا اس ام اس في المره الاولى واس ام اس في المره الثانيه لجميع الصحفيين، ارسلنا للمؤسسات التقرير المطبوع، يعني احنا اتخذنا كافه الاجراءات القانونيه لدعوه الزملاء لحضور الجمعيه العموميه. لا هي الجمعيه العموميه الجدول الاعمال السنه دي منقسم لثلاث اقسام، القسم الاول هو التقرير الميزانيه، القسم الثاني تقرير مجلس النقابه، والقسم الثالث الخاص بعلاقات العمل والأجور والحريات واعتماد لائحة القيد. على فكرة القانون بيقول في حالة عدم اكتمال الجمعية العمومية في المرة الثالثة من حق مجلس النقابة أن يوافق على القرارات التي كانت معروضة أمام الجمعية العمومية. يعني لو ما اكتملتش، يعني النهاردة بالتأكيد احنا دخلنا على الساعة 12 ونص دلوقتي، العدد الحضور للأسف لم يتعدى 150 زميل وزميلة، هنصدر قرار النهاردة بتأجيل الجمعية العمومية ليوم 1 أبريل. لو لم تكتمل يوم 1 أبريل مجلس النقابة هيصدق على تقرير الميزانية.